احنا دلوقتي في متابعتنا اليومية للأسعار وإيه الخضار أو الفاكهة اللي موجود في السوق ده. نورهان عادل زميلتنا في سوق العبور هي واقفة وسط جنينة برتقان، أنا شايفاها ما بين أخضر على أصفر ومشتية، وعاملة كل التجهيزات إن تحسسك إن أنت لازم تبتدي تاكل برتقان وإن أنت في الشتاء وفيتامين سي بقى بأي كمية. صباح الفل يا نورهان. صباح الجمال على حضرتك يا استاذه رشا، وصباح الجمال عليك يا نهاد، وصباح الخير كله على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. احنا موجودين في سوق العبور عشان نعرف الاسعار النهارده، يعني بالاخص كده اسعار الفاكهه. زي ما انتم عارفين طبعا ان الشتاء بيحب الفاكهه، وكمان شتهه فاكهه الشتاء كلها بتبقى يعني مليانه فيتامينات عشان خاطر طبعا نزلات البرد اللي بتجينا. فتعالوا بقى نعرف ايه الفاكهه اللي موجوده في السوق واسعارها النهارده عامله ايه. من الحاج محمود، صباح الحاج ممدوح عفوا، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. عايزين نعرف منك بقى النهارده، بما اننا واقفين عند البرتقال واليوسفي، اليوسفي بدا يظهر في السوق، عايزين نعرف النهارده الاسعار عامله ايه. الاسعار كويسه الحمد لله رب العالمين. يعني سعر البرتقال النهارده عامل ايه؟ البرتقال خلي بالك من 10 جنيه لغايه 12 جنيه، البرتقال الفلاح اللي هو اللي فيه طعم حضرتك. تمام؟ ولا في اللي هو الجربنتينا بتاعت العريش دي؟ البرتقال، خلينا واقفين عند البرتقال، يعني البرتقال الاخضر ده عامل كام النهارده؟ النهارده عامل 10 جنيه حضرتك. جمله ها. بقى برتقان ايه، بلدي ولا ايه بالظبط؟ برتقان اللي هو ابو سره بتاع الجزيره ده، في طعم عسل نحل مسكر. ده سعر نورهان. سعر الجمله حضرتك. نورهان اسالي لي الحاج ممدوح ايه الفرق بين البرتقان الصحراوي والبرتقان البلدي. طيب عايزين نعرف ايه الفرق ما بين البرتقان البلدي والبرتقان الصحراوي. البرتقان خلي بالك اللي هو فيه ثلاث انواع من البرتقان، في اللي هو الصحراوي، وفي بتاع الجزيره بتاع المنوفيه، وفي اللي هي البذره اللي بتاع العصير ده بتاع الصعيد بتاع اسيوط. ده تلات انواع خلي بالك، البذره ده عصير بس مش اكل. الفرق ما بينهم ايه بقى؟ الفرق ان هو دوت فيه ميه كتير، البذره ده العصير، والتاني دوت اللي هو الاكل حضرتك. طيب بما اننا احنا اصلا مستنيين الشتاء عشان خاطر اليوسفي، فعايزه اعرف اليوسفي ده نوعه ايه، وكمان سعره النهارده عامل ايه، وبقيه الانواع هتظهر امتى؟ ده حضرتك اللي هو الجربنتينه بتاعت العريش دي حضرتك شغاله من 10 جنيه لغايه 11 جنيه. جمله الجربنتينه دي يوستفندي ولا برتقان؟ نفتح واحده، افتحي لها واحده. لا يوستفندي، نوع كلمنتينه. كلمنتينه اسمها جربنتينه حضرتك، دي بتاعت العريش، دي في طعم عسل نحل مسكره. السفندي خلي بالك سبع ثمان انواع، في الكيني وفي الاسباني وفي البلدي وفي الصيني. اسعارهم عامله ايه؟ ده حضرتك خلي بالك اللي هو ايه، العريش ده شغال من 8 جنيه ل 10 جنيه، هو حاليا هو الوحيد اللي ايه اللي موجود في السوق حضرتك ده. طب بقيه الانواع هتظهر امتى؟ يعني بعد 10 ايام ان شاء الله بامر الله حضرتك. هتظهر بقى بوفره، هيبقى مثلا المحصول السنه دي فيه وفره عن السنه اللي فاتت؟ ان شاء الله بامر الله. طب بما انك انت اكلتها قبل ما انا اكلها، قول لي بقى الطعم عامل ايه؟ زي العسل مسكره، ذوق حضرتك. ولا عشان بتاعتك؟ لا لا لا، ذوق حضرتك، ذوق حضرتك. للاسف الصوره فيها مشكله، مش احسن حاجه عند نورهان، ولكن